لكن ايه بقى موضوع رضاع الكبير ده في الاسلام، وما هو وجه الشبهة؟ وجه الشبهة هو كيف يلمس سالم وهو رجل اجنبي جسد امرأة لا تحل له، وهي السيدة سهلة بنت سهيل في رضاع الكبير. وطبعا ده غير صحيح تماما. فاولا الرضاع المقصود هو بدون رؤيتها اساسا وبدون اي ملامسة ليها، وهو خارج الدار زي ما هنشوف بالدليل والبرهان. وثانيا ان الغرض اصلا من ارضاع السيدة سهلة بنت سهيل لسالم اللي كان ابنهم بالتبني بعد تحريم التبني كان لغرض واحد يظهر في هذه الرواية. في موطأ الامام مالك فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة ابي حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد، وفي رواية واني اظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيئا، فماذا ترى في شأنه؟ فقال ارضعيه 5 رضعات فيكون ابنك بالرضاعة، فكانت تراه ابنا من الرضاعة. الحافظ ابن عبد البر الاحاديث الواردة في تبني سالم، ثم قال صفة رضاع الكبير ان يحلب له اللبن ويسقاه، فاما ان تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند احد من العلماء. لفظ الرضاع اهو بيطلق عادي جدا في اللغة، سواء كان على الرضاع بواسطة التقام الثدي او شرب لبن الام في اناء او في مصعب. ثم يؤكد ذلك ما رواه ابن سعد عن الواقدي عن محمد ابن عبد الله ابن اخي الزهري عن ابيه قال كانت سهلة تحلب في اناء قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت 5 ايام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. ورغم ضعف هذه الرواية الا اننا نفهم منها ان الرضاع في اللغة في اللسان العربي يطلق على شرب لبن الام في مصعط مثل الزجاجة اللي بنضع فيها الان اللبن للاطفال. فنقدر نستفيد من هذه الرواية الضعيفة المعنى اللغوي للرضاعة، انها في لسان العرب بتطلق عادي جدا على شرب اللبن في اناء. ضعف هذه الرواية لكن يؤيدها حديث اخر صحيح، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. يؤيدها علماء اللغة والفقه كالامام الشافعي وكذلك الامام ابي حنيفة اللي قالوا زي ما واضح على الشاشة. قال الشافعي الوجور اللي هو صب اللبن في حلقه بدون التقام الثدي او بواسطة الاناء يعني كالرضاع. وكذلك الامام ابي حنيفة قال وهذا موجود في الوجور، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سالم ارضعيه 5 يحرم بهن عليك، ومعلوم انه لم يرد ارتضاعه من الثدي. ايه معلوم انه لم يرد ارتضاعه من الثدي، ما كانش يقصد التقام الثدي خالص، بتحريمه عليه. فثبت انه اراد الوجود عدم وجود ولو رواية واحدة حتى ضعيفة بمباشر الثدي المرضع، ولا رواية واحدة حتى فقط تصف طريقة الرضاعة. اذا يبقى ناخد بالاصل وهو حرمة مجرد النظر الى الاجنبية او مسها ببعض الاعضاء. حكم ارضاع الكبير عند غالبية الصحابة جاء في موطأ الامام مالك باب رضاعة الصغير. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول لا رضاعة، نعم لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة للكبير. وجاء ايضا في باب رضاع الكبير قال عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطاب انما الرضاعة رضاع الصغير لا الكبير. فقال ابن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين، ما فيش رضاعة الا للطفل الصغير اللي عنده 2 سنين. عبد الرزاق عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته او سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. جاء في عون المعبود واحاديث الباب تدل على انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان في حال الصغر، لانها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن. واليه ذهب مين؟ الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء، وانما اختلفوا في تحديد الصغر، يعني اختلفوا في امتى يكون الطفل كبر عن الرضاعة. كبر يعني بقى طفل كبير لا يرضع. فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فان رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة.
يبقى ما ينفعش واحد محترم عنده بربع جنيه ضمير يجي يتجاهل كل هذه الاحاديث اللي بتقول ان مفيش رضاع كبير اصلا، انها لم تأمر بارضاع رجل كبير، وانما طفل كبير تجاوز سن الحولين اي السنتين. يظهر ذلك في اكثر من رواية، مثل حديث الغلام الايفع اي الصغير السن. الغلام الايفع هو من لم يتجاوز الحلم، يعني لسه عيل صغير لم يبلغ اساسا. جاء في احكام القرآن للجصاص، وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه اخر، وهو ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن ابي ان عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر ان ترضع الصبيان، يعني الاطفال الصغيرين قبل الحلم، حتى يدخلوا عليها اذا صاروا رجالا. طب هل في دليل ان السيدة عائشة ارضعت احد؟ ارضعت، هي اصلا لم تنجب عشان ترضع. كلمة ترضع دي بتيجي بمعنى انها توصي احد غيرها بالرضاعة، كما في حديث المرأة الغامدية دي اللي اترجمت بسبب الزنا. الراجل ده قال للنبي ايه؟ انا سارضعه، الي رضاعه، اي ساوصي له بمن ترضعه. نافع ان سالم ابن عبد الله ابن عمر اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو رضيع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق، فقالت ارضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فارضعتني ام كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وعن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد الى اختها فاطمة، ليه؟ لترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير، وهو ايه؟ وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. فاختلاف امهات المؤمنين مع ام المؤمنين عائشة ليس في ارضاع كبير او ادخال رجال عليها بهذا الارضاع، لان هذا لم يحدث من ام المؤمنين عائشة اصلا، ولكن كان وجه اعتراض امهات المؤمنين هو ارضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين او تجاوزه بقليل. نقل القول برجوعها عن ذلك. قال الكاساني واما عمل عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها ما يدل على رجوعها، فانه روي عنها انها قالت لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم. لاحظ بقى الجملة الخطيرة دي، بيقول فلا بد من بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في حكم الرضاع، وهو بيان مدة الرضاع المحرم. عرفت بقى انهم فعلا يقصدوا برضاع الكبير هو الطفل الكبير الذي تجاوز سن الرضاع في المهد قبل البلوغ. وجاء ايضا في كتاب التهذيب في فقه الامام الشافعي الجزء الخامس صفحة 345 يقول واما عمل عائشة رضي الله عنها فقد ورد ما يفيد رجوعها عنه بعد ذلك، واختلف الامام وصاحباه في الحد الفاصل بين الصغر والكبر الذي به مناط التحريم. الكلام واضح اهو، ان المقصود برضاع الكبير هو الطفل الكبير مش الرجل البالغ. وفي البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة.